السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أحبائي؟ أتمنى يا ربي تكونوا بخير. أهلا بكم، أحمد صالح، واليوم جايبكم موقع متميز ورائع للتصاميم بالعموم، وتستخدمه بالعديد من البرامج سواء كان في الفوتوشوب، بالإليستريتور أو في الباوربوينت، في برنامج وورد، في أي برنامج ممكن تستخدم هذه الصوريات. قبل ما نبدأ بشرح موقعنا اليوم، تكرما اضغط مفتاح اللايك واترك التعليقات، وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصل لك مني كل جديد. وتكرما لا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف. ويلا مباشرة وبدون أي إطالة لنبدأ في موقعنا اليوم. بداية أصدقائي، رابط الموقع رح يكون في صندوق الوصف جاهز لحضراتكم إن شاء الله. طبعا بعد ما نفوت على الموقع، أول شيء منسجل دخول بالموقع، يعني نحن منسجل حسابنا بالموقع. إذا حبيت تشتغل عليه بدون أي تسجيل فما عندك فيه أي مشكلة إطلاقا، لكن في بعض الحزم منه رح تكون مدفوعة. الهدف من الاشتراك بهذا الموقع هو الحصول على الصوريات أو الملفات بلاحقة SVG اللي هي بتكون قابلة للتعديل والتحكم بتفاصيل الصور وجزئيات الصور. المهم خلنا نفترض رح نشتغل على موقع بالمجان، رح اشرح لكم اياه وانتم بتحددوا المستوى رح تشتغلوا على هذا الموقع. بداية بعد ما نفوت على موقعنا مباشرة رح نتوجه الى تبويب الخاص بالتمبليت او بالقوالب. رح انقل لمرة واحدة عليها لحتى يظهر لي العشرات من القوالب الجاهزة والرائعة. ولكن على سبيل المثال خلني اختار احد هذه القوالب على الشكل التالي، يعني على سبيل المثال اي قالب، فقط اني انا اضع المشير عليه وانقر على مفتاح الجريت لحتى ينقلني الى التعديل على هذا القالب. اصدقائي مثل ما شايفين الادوات اللي على اليسار فيني انقر عليها لحتى اختار اي شيء انا محتاج اضافته الى التصميم. وليكن على سبيل المثال حابب اضيف ارضية ملعب وليكن بهذا المكان، افترض على سبيل المثال، فبنقر عليها وبسحب على هذا المكان تمام، ومن صغير اداة التحكم شايفينها بالمكان منقوم بالتصغير تمام. وليكن على سبيل المثال انا ماني معتني كثير بموضوع الرسمي بغرض موضوع شرح الادوات. طيب راح نشوف معنا شيء ثاني، عندي الشاحنات مثلا تمام، في عندي كثير من الاشكال ممكن احنا نضيفها على رسمتنا، مجسمات جاهزه، فقط اني انكر واقوم بالسحب والاسقاط باي مكان انا محتاجه. وليكن على سبيل المثال تمام، اضيف بعض الشخصيات، تحب تضيف بعض الإشارات. طبعا لتكبير فراغ العمل فقط في الماوس سكرول فينا نتحكم بتكبير وتصغير فراغ العمل، أضغط على مفتاح السبيس وبنكر مع السحب لتحريك فراغ العمل مثل ما أنا شايفين بالضبط. موضوع العناوين فيني أنا أكتب العناوين أنا محتاجها فقط من خلال النقر على هذه المربعات تمام، مربعات النص لحتى أنا أكتب العناوين. في عندي إمكانية لتغيير لون الخلفية، لكن الأمر بيطلب مني تسجيل الدخول إلى هذا الموقع لحفظ التغيرات. على العموم حتى ما أطيل كثير بالشرح، البرنامج والموقع جدا بسيط وسهل وممتع للغاية. بس يلي انتهيت ننقر على تحميل بصيغة البي ان جي، انقر لمرة واحدة وبختار المسار وانقر على مفتاح سيف. افترض انا عمالي بعمل شروحات ضمن برنامج الباوربوينت، فبتوجه الى ادراج صور من هذا الجهاز ومنحدد الصورة يلي قمنا برسمها وانشائها وتحميلها وانقر على مفتاح الادراج، ومنعمل بعض الرسومات او بعض الان النصوص التوضيحية الان على هيدي الصورة يلي قمنا الان بتصميمها. اتمنى ان شاء الله بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع ولائق فيكم. وعلى فكرة هذا الموقع بيخدمكم بكثير من القطاعات يلي انتو تشتغلوا فيها سواء كان تعليمية او غير تعليمية. اتمنى دوام العافية لحضراتكم والقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.